وهلا يلا مشي الحال، 5 دقايق رح نبلش. Recording in progress. السلام عليكم، شلونكم اخواني؟ ان شاء الله بخير. سامحونا على الخلل اللي عم يصير تقريبا يعني معنا بهي امور النت والتواصل. والله ما باليد يعني حيلة، احنا بلشنا وطلع فيه خلل بالصوت غالبا من البرنامج. بكل الاحوال حصل خير يعني ان شاء الله. هلا من الدارك اللي قصرناه اليوم، نحن بحثنا على الغدد اللعابيه اللي هي الفصل الرابع من الكتاب اللي بين ايديكم. اليوم نحن نحكي عن الغدد اللعابيه. نحن مضطرين ننهي درسنا اليوم على الساعه 9 لظرف خاص. نحن حاولنا نبكر قدر الامكان ولكن بسبب ظروف السفر هذا اللي صار. كل الاحوال ان شاء الله اذا ما لحقنا يعني من عوضهم ممكن بجلسه اضافيه او حتى ببدايه الجلسه القادمه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نحن نحكي على الغدد اللعابيه بجسم الانسان. الغدد اللعابيه قبل ما نبلش فيها، اذا حدا عنده سؤال عن الجلسه السابقه انا جاهز. اذا ما في اسئله رح نبدا. بسم الله. بكل الاحوال يعني هلا رح نبلش درس جديد. اذا بما يعني يكتمل بما يكتمل عدد الطلاب بنكون احنا، اذا في سؤال جاوبنا عليه. هلا ما في اي اسئله. بسم الله الرحمن الرحيم. الغدد اللعابية بجسم الإنسان. الغدد اللعابية أول شيء نحن نحكي كلمتين عن تشريح ووظائف الغدد اللعابية. نحن مثل ما بنعرف أو إذا ما بنعرف هلا رح نعرف إنه عندنا نحن الغدد اللعابية لها وظيفة إفراز اللعاب بالفم لتسهيل عملية المضغ عند الإنسان. الغدد اللعابية من حيث التشريح، كل إنسان عنده 3 أزواج من الغدد اللعابية، اللي هي نحن بنسميها الغدد اللعابية الكبيرة. عندنا غدتين كفيتين، هلا نشوفهم بالصورة، نشوف تشريحهم. عندنا الغدة تحت الفك وعندنا الغدة تحت اللسان. هذول الغدد يعني معزولة بذاتها، ولكن في مجموعة كبيرة من الغدد اللعابية الصغيرة منتشرة بمخاطية الفم والبلعوم حتى يعني مدخل الحنجرة. ضمن مخاطية هي الفم والبلعوم في عنا غدد لعابية صغيرة بتفرز اللعاب، تمام؟ أغزر شيء هي موجودة بالحنك، وكونه هي أكثر تواجد لها هون وبالتالي هي أشيع مكان لنشوء الأورام الغدد اللعابية الصغيرة. هلا حنحكي عليهم بما يعني بتقدم نبلش نحن بالغده النكفيه. يعني الكل غالبا بيعرفها، هي اكبر الغدد اللعابيه، هي لها لفافه ثخينه تسمى اللفافه النكفيه. يعني نحن بس نفتح عليها بنلاقي حولها مثل ما احنا شايفين هون، فوق منها في لفافه، هي الغده النكفيه، فوقها بيكون في لفافه اسمها اللفافه النكفيه، تكون قريبه من الجلد. نحن بس فتحنا الجلد مباشره بنلاقيها هي اللفافه. المفرزات فيها هي قريبه للمصليه. لنحكي كلمتين عن المفرزات لحتى نعرف شو المقصود بالمصليه والمخاطيه. المصليه هي اللي بتحوي الانزيمات الهاضمه مثل الاميلاز والليباز مع افراز للشوارد غزير مثل شوارد البيكربونات. اما لما انا بقول افراز الغده مخاطي، يعني هو البولي ساكرايد هذا اللي بينفرز بالفم او اللعاب، يعني اللي طبيعته مخاطيه وليس
مصل يعني رايق. تمام، كل ما صغرت الغدة اللعابية بتصير بتميل مفرزاتها لأنه تكون مخاطية أكثر، كل ما كانت كبيرة بتكون ميالة لأنه تكون مصلية أكثر، وبالتالي الغدة النكفية هي أكبر الغدد وبالتالي إفرازاتها مصلية. تفرع عفوا تفرغ بالفم عبر القناة النكفية اسمها قناة ستينون، اللي بتكون مقابل الرحة العلوية الثانية، مقابل الرحة الثانية العلوية. يعني هون نحن على هاي الشكل، هي الرحة الأولى، هي الثانية، هون في الثالثة، هو هون تفتح القناة مقابل الرحة العلوية الثانية، هون تفتح القناة، هي القناة اسمها ستينون أو باروتيد داكت. تمام، العصب الوجهي بمر عبر الغدة النكفية وينقسم ضمنها لخمس فروع. هو العصب الوجهي بس مر منها بيفصلها لفصين، فص سطحي وفص عميق. هو تشريحيا ما في فرق بين النسيجين غير انه هالعصب مارق بيناتهم، اما هي كنسيج هي شيء متكامل. تمام، هون مثل ما انا شايفين ما مرسوم العصب لا هون ولا هون. هاي العصب الوجهي يوم جزء من الغدة النكفية مؤشر، فهذا اللي بقيان هو الفص العميق. هاي العصب الوجهي بتنقسم لخمسة فروع، جذع علوي وجذع سفلي. الجذع العلوي في فرع وجني، فرع عيني، وفرع شدقي. الفرع السفلي في فرع الهامشي والفرع العضلة المبطحة. هاي مثل ما انا شايفين هون صورة أوضح، هاي الغدة النكفية بمسكنها، مسكن الغدة النكفية اللي هو خلف فرع الفك السفلي وأمام صماخ السمع الظاهر مع الخشاب. تمام، بمر منها هون العصب الوجهي باين بالشفوف، غالبا باين عنكم، له جذع علوي وجذع سفلي. الجذع العلوي له فروعه اللي هي مثل ما حكينا الفرع العضلة الجبهية القزالية، الفرع الثاني هو فرع الدويرية العينية، الفرع الثالث اللي بيعصب عضلات الشفة العلوية والشدق، الفرع الرابع اللي هو بيعصب عضلات الذقنية والدويرية الفموية من الأسفل، والفرع الخامس اللي بينزل إلى العنق. تمام، هذا حنحكي عليه بشكل مفصل، العصب الوجهي بدرس العصب الوجهي. ولكن احنا بدنا نعرف انه الغدة النكفية هي اكبر الغدد، هذول المعلومات اللي هي مهمة، هي اكبر الغدد، مفرزاتها مصلية، قناتها هي ستينون، بتفتح مقابل الرحلة العلوية الثانية. ليش نحن بهمنا مكان فتح القناة؟ لحتى اذا كان في مثلا اي آفات على القناة، مثلا حصيات وذمة بالهي، بعرف وين بدي ادور عليها، او اذا مثلا تورمت النكفة ومسكتها بدي اعرف منين بده يطلع اللعاب او القيح اذا كان في ضمنها قيح. بدي اعرف انه اهم مجاور لها هو العصب الوجهي وليس مركب ثاني، في مركبات ثانيه ولكن هذا احنا بس نحكي نكفه، بدنا نعرف انه دائما رح نسال على العصب الوجهي. ما بيجي سؤال على النكفه ما بيكون من ضمن الخيارات هو سؤال عن العصب الوجهي. ليش؟ لانه دائما بدنا نتذكره لانه هو المجاور المهم لهي الغده. تمام؟ هي خلصنا من الغدة النكفية. الغدة تحت الفك هي وين موجودة؟ الغدة تحت الفك هي موجودة بالمسكن تحت الفك من اسمها يعني. تنقسم الغدة إلى فص سطحي كبير يتوضع على العضلة الدرسية اللامية وفص عميق، هذول ما كثير مهمين. هي شلون؟ هي الغدة فص عميق، عفوا سطحي إذا أنا عم بحكي عليها من العنق، يعني هلا أنا إذا عم بحكي عليها من هون من العنق، فالسطحي هو الكبير هذا اللي أقرب للجلد، والعميق هو الصغير. تمام، اللي بيقسمهم هو العضلة الضرسية اللامية اللي هي مشكلة لأرض الفم. هذا الكلام ما كثير بنسأل عليه، ولكن حلو إنكم تكونوا بتعرفوه. بس إذا في مجاورات بدنا نحكي عليها، اللي هي المجاورات مهمة مثل ما حكينا هنيك إنه المجاور هو العصب الوجهي، وزنها ما مهم، مفرزاتها هي وسط، هي الكبيرة الكتير مثل ما حكينا،
مفرزاتها مصلية. هلا بلشت تصغر، اللي هي شو صارت؟ مصلية مخاطية، لأنه هي نص على نص. هلا هنلاقي الغدة تحت اللسان مفرزاتها أقرب لأنه تكون مخاطية، مثل ما حكينا كل ما صغرت الغدة بيكون مفرزات مخاطية. القناة تبعها اسمها قناة وارتون، هاي هي مرسومة هون هيك. في إلى مجاورات مهمة جدا، هي نحن بتهمنا طبعا بالجراحة. وأنت كطبيب يعني ممارس، ما أنك طبيب أخصائي، ممكن تنسأل عن هي المجاورات، ما بحكم إنه نختبرك، ولكن إذا إجاك مريض، أنت مثلا بمشفى وإجاك مريض إنه والله اليوم كان عنده جراحة، شو عنده؟ عنده مستأصل الغدة تحت الفك، تمام. هلا عم يقول لك المرافق المريض إنه المريض ما عم يحرك لسانه، شو دخل الغدة تحت الفك باللسان؟ طالما اني انا فايته من العنق، بدي اعرف انه في مجاور مهم هو العصب تحت اللساني. اذا قال لك انه في قسم من اللسان ما عم بتذوق منه، بدي اعرف انه مثلا ممكن يكون هو المجاور هو العصب اللساني. واللي اهم من هذول الاثنين اللي دائما هذا بينكشف، هو العصب الهامشي او فرع العصب الوجهي، هو هذا بتوصل لهون، بينزل له فرع هيك، من هذا هو عادة نحن بيكون هو أسفل، ونحن شقنا هون بيكون فوق الغدة، فممكن هذا ينصاب. هذا اسمه الفرع الهامشي للعصب الوجهي، هذا أكثر شيء بينصاب، بتصير الشفة بتميل لجنب ما إذا انصاب هذا الفرع. هذول الثلاثة مهمين جدا لازم تحفظوهم. هذول اللي هي مفرزاتها مصلية مخاطية. قناة وارتون بدنا نحكي كلمة عليها، إنه هي قناة طويلة ومايلة، هي حتلاقي انه هي المعلومه مهمه بمعلومه امراضيه، بس نشوف ليش تتشكل فيها الحصيات. هي صوره ثانيه للغده، هذا الفص السطحي الكبير، اذا لفت لهون اسمه بصير فص العميق. هي القناه وارتون مثل ما حكينا، هون راسمين لينجوال نيرف، قناه وارتون معناتها هي بدها تكون. هي العصب اللساني، هي العصب الهامشي مثل ما حكينا، والعصب تحت اللساني بيكون عميق، اللي هذا هو، تمام. هدول ثلاثة هن المجاورات المهمة. الغدة تحت الفك السفلي، هي صورة ثانية إلها، هي 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 بعد ما استأصلناها، هذا هو العصب 12. في عنا الشريان الوجهي اللي هو الفاشيال أرتري، اللي هو بلف حول الغدة، هذا كثير بنتعرض له بالجراحة، أنتم كثير بيهمكم كثير، بس بدكم تعرفوا إنه هو مجاور موجود. بس المجاورات العصبية اللي ممكن يعني أنتم يعني تشوفوا اختلاطاتها اذا انصابت، هو هي الاعصاب الثلاثه اللي حكينا عليها. عندنا الغده الثالثه اللي هي اصغر الغده، صارت تحت اللسان. الغده تحت اللسان هي اصغر الغدد الكبيره. نحن حكينا في عندنا غدد لعابيه كبيره وغدد لعابيه صغيره، الغدد الصغيره الكبيره اصغر وحده فيهم هي الغده تحت اللسان. مثل ما حكينا كل ما صغرت القناه الغده، هي الغده الكبيره مفرزاتها مصليه، هي مصليه مخاطيه، هي اصغر وحده مفرزاتها بتكون مخاطية. هي ما لها قناة مفرغة، هي مثل ما حكينا هون قناة ستينون، هي قناة وارتون، لها قناة لك اسمها وارتون. هي ما لها قناة، هي بتفتح مباشرة على أرض الفم، حوالي 10 ل 15 قناة مفرغة بتفرز مباشرة على أرض الفم أو حتى على قناة الغدة تحت الفك، ما هنا كثير مميزة. هي الغدد الثلاثة، هي الغدة النكفية، هي الغدة تحت الفك، وهي الغدة تحت اللسان، تمام. هي الغده تحت الفك، شايفين شلون ما هذا الفص الكبير السطحي. ليش انا بقول سطحي؟ لانه سطحي بالنسبه لمدخلي اللي انا بفوت فيه، انا بفوت عليها من العنق ما بفوت عليها من الفم، فهي بالنسبه للمدخل اللي انا بعرفه هي بيكون الكبير هو السطحي اللي باتجاه العنق، والعميق اللي هو فوق العضله الضرسيه اللامنية. هي الغده تحت اللسان اللي هي مثل ما شايفين هنا الى قنوات صغيره بتفتح مباشره على ارض الفم. تعصيب الغدد اللعابية، هي بتتعصب من النواة اللعابية السفلية، هذول ما كثير مهمين بصراحة، بس بدكم تعرفوا انه هي لها تعصيب ودي ونظير ودي، واللي هذول اللي بيتأثروا بالحالة العاطفية أو بالحالة الفيزيولوجية للإنسان، وبالتالي إما بتزيد للمفرزات أو بتنقص المفرزات. التعصيب اللي موجود بالجذع الدماغ هو النواة اللعابية السفلية اللي هي بتصل للنكفة، والنواة اللعابية العلوية اللي بتعصب، يعني العلوية بتعصب التحتنة والسفلية بتعصب اللي فوق. شفنا النكفة هي أعلى وهدول الغدد تحت،
النواة السفلية بتعصب النكفة، هي إذا بدكم تحفظوها، ولو إنه أنا ما بسأل على هيك شغلات، لأنه هلا نحن عم ندرس شيء سريري. الفحص السريري للغدد اللعابية، إذا في سؤال لهون أنا جاهز، بس إذا ما في سؤال لحتى نضلنا مكملين. الفحص السريري هي عادة تنفحص بالتأمل، إذا في مثلا ضخامات، إذا في إحمرار فوقها، بالجس بدي جس الغدة وشوف إذا فيها ضخامات، وهالضخامات إذا كانت متموجة أو كانت مثلا صلبة أو كانت معقدة، طبعا للنكفة ولا الغدة تحت الفك. الغدة تحت الفك في شيء اسمه الفحص المس المشرك بالجلسة، بحط إيد تحت وإيد بعد ما ألبس القفازات بحطها بداخل الفم، وبحاول إني أفحص الغدة لحتى أحصرها بين إصبعتيني وشوف إذا في عليها ضخامات أو لا. عادة إذا بدنا نحلل الأعراض، النكفة هي مثل ما حكينا إلا لفافة سميكة، وبالتالي أي توزم داخل النكفة هي اللفافة ما حتتوسع معها، فحيساوي لي ألم. إذا كان الألم حاد، يعني إذا كان الآفة الإمراضية حادة، حيكون الألم شديد، ولكن لما بيكون الآلية الإمراضية مزمنة حيكون الألم خفيف. يعني هاللفافة ما عم تتوسع بشكل مباشر، يعني مثلا لما بيكون في عندي إنتان حاد مباشرة بينتج قيح وبتتوزم الغدة، فبتتمطط مين اللفافة، فبصير ألم حاد. بينما الورم الخبيث بيكبر شوي 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 شوي، فبيكون الألم خفيف مانو شديد. الحصيات لها ميزة، وهذا كثير بنركز عليه، انه الألم بيكون متحرك بالطعام. ليش؟ نحن مثل ما حكينا انه الغدد اللعابية بتتعصب بالودي ونظير ودي، وبالتالي حالة الطعام بيتحرك نظير ودي، وبالتالي بدنا نفرز اللعاب لحتى نهضم هذا الطعام. إذا كان في عندي حصية ومسكرة قناة الغدة، الغدة إجاها تعصيب انه هلا الإنسان عم ياكل، وبالتالي لازم تفرز اللعاب لحتى نهضم هذا الأكل اللي عم ياكله الإنسان. بتفرز هي اللعاب، ولكن القناة بتكون مسكرة بشكل ميكانيكي مثلا بحصاد، فبيصير توزم شديد تالي للطعام، اللي هو هذا مميز لحصيات الغدد اللعابية بشكل عام. طبعا هون مكتوب ألم النكفة، ضخامة النكفية، كذا، هي تمشي على كل الغدد اللعابية الكبيرة، ولكن كون النكفة هي أكبر الغدد فهي آفاتها أكثر. ضخامات الغدد اللعابية تحدث بالناحية النكفية مثلا، مثل ما حكينا هي بتكون خلف فرع الفك السفلي، وبتدفش الصيوان للوحشي، تمام، لأنه هي من جواته فبتدفشه للوحشي. التهاب الحاد يحصل ضخامة منتشرة مؤلمة، مثل ما حكينا شو الآلية ليش بيصير الألم حاد. احمرار واحتقان بفوهة القناة، إذا مسدنا، إذا كان في عندي التهاب ومسدت النكفة مع فتح الفم، بلاقي إنه عم يطلع من فوهة القناة عم يطلع قيح، هذا مميز لالتهاب النكفة. مثل ما حكينا الالتهاب المزمن، وهلا حنشوف شو هن الالتهابات المزمنة النوعية اللي بتصيب سواء النكفة أو الغدد اللعابية بشكل عام، ولكن هو أكثر الآفات بتصيب النكفة، مشان هيك كتابكم وحتى سلايدات دائما بيقولوا النكفة والنكفة. نكمل الفحص السريري. التهاب النكفة الحاد، إذا بدنا نحن نحكي على التهاب النكفة الحاد، أكثر شيء بيصيب الالتهاب الحاد بيصيبها، عفوا هون هل عم يكملوا إنه بالفحص السريري شو، بعد الفحص السريري شو ممكن لسه أطلب؟ ممكن أطلب مخبريا، فإذا كان عندي التهاب حاد بالنكفة فممكن نشوف ارتفاع عديدات النواة. إذا كان التهاب فيروسي مثل مثلا النكاف، بلاقي ارتفاع وحيدات النواة يعني اللمفاويات. إذا شفنا ارتفاع أميلاز ممكن تصير بالالتهابات، لأنه بلش نسيج النكفة تتوزم الخلايا وتتخرب. إذا شفنا في قيح ممكن آخذ لون مسحة للزرع. الالتهاب المزمن هذا الشيء ما مهم، خلينا نمشي ندرس هاي. كمان من ضمن الأمور اللي أنا ممكن أطلبها باستقصاءات الغدد اللعابية، ممكن أطلب الصور البسيطة اللي بتظهر لي حصيات النكفة. هاي صورة بسيطة لمسكن الغدة تحت الفك، وهي هون هي الفك السفلي وهي تحت الفك،
وعم يظهر فيه الحصاد. وعادة ما بنطلبها نحن، بنطلب الإيكو. الإيكو بيوضح لي هاي الأمور، وممكن يشوف لي الحصيات وشوفها. في عندي شيء اسمه كمان تصوير ظليل لأقنية الغدد اللعابية، وخاصة النكفة والغدة تحت الفك. بتصير لما بنكون نحن مثلا عاملين إجراءات جراحية داخل الفم وصاير في التصاقات، ممكن تكون هي علاجية، ندخل مادة ظليلة ضمن القناة، منه بنصورها ومنه بتفتح. ممكن تشخيصية بحالات الحصيات. إذا كان عندي التهاب حاد أو ورم أنا بعرفه، ما لازم أسوي هاي الصورة. التقييم الشعاعي مثل ما حكينا، الإيكو هو مهم جدا بآفات النكفة. بدنا نعرف إنه هو هذا كتير مهم، ومعظم الأحيان بنطلبه. بيبين لي الآفات الكيسية عن الآفات الصلبة. بيبين لي الحصيات، في بعض الحصيات ما بتظهر، بس معظم الأحيان هي فيني استخدمه بالتداخلات. مثلا أنا شفت آفة بالنكفة بالجاز، فيني أعمل إيكو، وإذا بدي أخذ منها مثلا FNA، خزعة بالإبرة الدقيقة. ممكن أطلب طبقي إذا كان في عندي تكلسات حصيات خراج، يستخدم بشكل أساسي للأورام. عادة نحن بعد الإيكو مباشرة نطلب برنان، هو أوضح. ولكن إذا ما كان متوفر المرنان، أو يعني مشان موضوع الكلفة المادية تبعه، ممكن نطلب طبق. ولكن نحن الإيكو، هلا بلخص لكم شو المهم بالفحص السريري وعلى شو بدكم تركزوا. ممكن أساوي وضان تكنسيوم إذا بدي أعمل تشخيص تفريقي للأورام. يعني إذا شفت كتلة ما بعرفها هل هي التهاب مزمن مثل مثلا داء جوجرين، ولا هل هي ورم. هاي بالومضان ممكن تظهر. هلا نحن بنعيدهم بكلمتين ثلاثة على الفحص السريري للنكفة. بدنا نعرف إنه بالأعراض، إنه الألم هو عندي أهم عرضين للغدد اللعابية، هن الألم والضخامة. هدول الشغلتين بدي أركز عليهم. الألم إذا كان حاد، يعني غالبا آفة التهابية. إذا كان خفيف ومزمن، ممكن شك بالأورام. إذا كان تالي للطعام، بدي شك بالحصيات. هاي المعلومة مهمة. المعلومة الثانية الضخامات، مثل ما حكينا بدنا نشوف المسكن اللي ظاهر عليه الضخامة. إذا كان تحت الفك، هو غالبا بيشير للغدة تحت الفك. إذا كان خلف فرع الفك السفلي، بيشير لضخامة نكفة. هذول المعلومتين المهمين. هذول ما في شيء مهم هون. بالاستقصاءات الشعاعية ممكن أنا أعمل مثل ما حكينا، أهم شيء إنه بطلب يعني الإيكو كثير مفيد بآفات الغدد اللعابية. الطبقي والمرنان إذا كنت شاكك بالكتل والأورام. تمام، هدول اللي بدنا نركز عليهم بهدول السلايدات. أمراض الغدد اللعابية، هلا نحن نرجع لموضوع البحث. الأمراض اللي بتصيب الغدد اللعابية ممكن تكون هي أمراض عامة بتصيب النسيج اللعابي الموجود، ومنهم يعني فبتكون الآفة الآلية الأمراضية بتنتشر على كل الغدد. لنفرض داء جوجرين هو مرض مناعي ذاتي مثل ما بنعرف، بيصيب النسيج اللعابي، نسيج الغدد اللعابية. فبالتالي هو رح يصيب النكفة والغدة تحت الفك والغدة تحت اللسان، وحتى الغدد اللعابية الصغيرة. ولكن نحن لما بنحكي مثلا على الكتل والأورام، هي ممكن تصيب غدة واحدة اللي بتنشأ على حسابها هذا الورم. مثل ما حكينا، العرضين الرئيسيين بالهي هو التورم، أو يعني الضخامات والألم. هذول اللي بدي ركز عليهم بشكل كتير كبير. أخذ القصص المرضية مهم جدا لأعرفة أي غدة مصابة والمدة. ومثل ما حكينا، بكل ما كان في عندي عرض بيدل على النكفة، بدي أنا أفحص العصب الوجهي. مثل ما احنا شايفين، آفات العصب، آفات الغدة ممكن تأثر على العصب الوجهي. هلا أمراض الغدد اللعابية، رح نبلش بأمراض الغدد اللعابية. عندي الأمراض الخلقية مثل ما درسناهم بالفم، شلون شفنا الهي. الأمراض الخلقية في عندي الكيسات والتشوهات الوعائية مثل الأورام الوعائية. الكيسات حكينا عليها، ممكن تكون على حساب الغدد اللعابية، اللي هي الكيسة الاحتباسية البسيطة اللي أكثر شيء تظهر بالشفة، وممكن بالحنك أو باطن الخد.
اذا ظهرت هي الكيسه على حساب الغده تحت اللسان، شو مين بتذكر شو كان اسمها؟ على السريع اكتبوا لي بالتعليقات لنشوف لساتكم متذكرين ولا لا. ضفيدعة. برافو برافو ممتاز. هي الرانيولا والضفيدعه هي بتكون انسداد بفوهات الغده تحت اللسان. للسنه السادسه اجاهم سؤال على الضفيدعه، فهي علاجها مثل ما حكينا الاستئصال، او يعني بس انه نبزلها ونفتحها بس مشان نفرغ بقلبها، او نستأصلها كامله اذا كان في امكانيه. هي بالامراض الخلقيه للغدد اللعابيه. شوفي عنا الخلقيه ما في عنا كثير افات غير هذا هي، مع انه هي بتظهر بشكل مكتسب لاحقا، يعني ممكن انه ما تظهر بعمر صغير، تكتسب لاحقا، تسكر فوهة القناة وفوهة الغدة عفوا، وتصير هي الضفيضية. هلا أمراض الغدد اللعابية المكتسبة بدنا نميزهم انه هي التهابية وانتانية او مناعية ذاتية او دوائية. هي الأمراض المكتسبة العامة اللي بتصيب كل الغدد. هلا مثل ما حكينا الالتهابية والانتانية، ممكن نميز الالتهاب انه هل هو بسبب حصوي او غير حصوي. شو الفرق بين الالتهاب الحصوي ولا غير حصوي؟ الالتهاب الحصوي بيكون عندي آفة ميكانيكية سكرت لي الطريق المفرغ للغدة اللعابية، وبالتالي تجمع اللعاب داخل الغدة، وهذا اللعاب المتجمع داخل الغدة عمل لي ركودة وسبب انتان. فبقول بهي الحالة انه هذا التهاب غدة لعابية حصل. بينما اذا ما كان في عندي انسداد ميكانيكي، ممكن تكون هي التهاب غدد لعابية حادة. مثلا اوسع مثال عليها هو النكاف اللي بنعرفه نحن، بيقولوا له ابكعب، تلاقيه هون صار في تورم والم واحمرار. ممكن ما يكون مثلا النكاف، ممكن يكون جرثومي، اشياء شيء ممكن تصيبها هي الجراثيم الموجوده بفلورا الفم. مثلا العقديات ممكن تسبب لي التهاب غده لعابيه قيحي حاد. فالالتهابات الغدد اللعابيه ممكن تكون حاده او مزمنه، ممكن تكون جرثوميه او فيروسيه. هي بالامراض المكتسبه العامه اللي هي التهابيه والانتانيه. الثاني مجموعه هي الامراض المناعيه الذاتيه مثل تنازل جوجرين، وحنشوف في تنازلات ثانيه مناعيه ذاتيه ممكن تصيب الغدد اللعابيه. في عندي بعض الادويه بتاثر على الغدد اللعابيه، هلا حنمر على ذكرها. ممكن كمان من الامراض المكتسبه انه تكون الاليه ما انا دوائيه ولا مناعيه ذاتيه ولا التهابيه، تكون ورميه. وهي الاورام ممكن تكون اما سليمه او خبيثه. من الاورام السليمه نذكر كثير اورام، هلا حنحكي بس على المهمين، طبعا هن بالكتاب ذاكرين معظمهم، نحن حنركز فقط على المهم من هون والبقايا ما حنحكي عليه او ما حنطالبكم فيه. الاورام السليمه مثلا مثل الكيسات، ورم الغده عديد الاشكال، او هذا اللي نحن بنقول عنه الورم المختلط، هذا مهم جدا. ليش؟ لانه هذا اشياء الاورام اللي بنشوفها. ورم وارتون لانه له ميزات. في ورم الخلايا المحبه للحامض، عندي الاورام الشحميه، الاورام الوعائيه، كلياتها هاي اورام نادره. بدي ركز على الورم الغدي العديد الاشكال والورم وارتون هلا بنحكي عليهم. عندي الاورام الخبيثه، عندي السرطان المخاطيه البشرانيه، هي اشيع اورام الخبيثه بالغدد اللعابيه. في عندي السرطان الغديه الكيسيه كمان، هي لها ميزه انه قافزه عبر الاعصاب، كمان هي بدي ركز على هي المعلومه. والسرطان الغديه بنرجع لحتى بس هيك نركز افكارنا. امراض الغدد اللعابيه اما خلقيه مثل الكيسات والتشوهات الوعائيه، أو مكتسبة ممكن تكون التهابية وإنتانية أو مناعية ذاتية أو دوائية أو حتى ورمية. هلا رح نحكي على الآفات الالتهابية، هلا نحكي عليهم مرض مرض بقى. الأمراض المهمة يعني اللي ممكن تصيب الغدد اللعابية، عندنا أول شيء رح نحكي عن النكاف. النكاف هو سببه الفيروس المخاطاني أو المابس. هو أشيع ضخامة، هو السبب الأشيع على ضخامة الغدة النكافية ثنائية الجانب. عادة ما بتظهر الضخامة بشكل متوقف، عادة تظهر بغدة بعد يومين ثلاثة تنتقل للغدة الثانية، ممكن تنصاب حتى غير الغدد النكافية
يعني تنصاب باقي الغدد، ولكن هو الأشيع أنه يصيب النكتة. نادرا بس مثل ما حكينا أنه ممكن تصاب الغدة تحت الفم. من أعراضه إضافة للأعراض العامة ممكن نشوف مثل ما حكينا بنشوف حرارة، تعب، وهي التورم مثل ما حكينا ممكن يكون أحادي أو ثنائي، عادة ببلش بجهة بينتقل للجهة الثانية بعد فترة. بتظهر الضخامة بعد ما تتراجع الأعراض العامة، أو حتى ممكن يكون بشكل متوافق. الألم بيكون هي مؤلمة مثل ما حكينا، الألم بيكون ليش؟ لأنه هذا إنتان حاد، وبالتالي حيكون في عندي ألم شديد نتيجة تمطط محفظة الغدة أو هي اللفافة اللي حكينا عليها. شو الاختلاطات اللي ممكن تصيب؟ مهمة جدا اختلاطات النكاف، رح تمروا معكم بالأطفال ورح تمروا معكم هون ورح تنسألوا عنها. من الاختلاطات اللي بتصيب الجسم بعد الإصابة بالنكاف هو الصمم وحيد الجانب، عادة وحيد الجانب وليس ثنائي الجانب. عادة هو النكاف أشيع الأسباب الإنتانية اللي بتسبب صمم وحيد الجانب، عادة بيصيب العصب اللي هو حسي عصبي، التهاب بنكرياس والسحايا نادر، ولكن بيصيب حتى ممكن تصيب الغدد التناسلية مثلا مثل الخصيتين والمبيضين عند النساء، هو كفيروس ممكن يصيبهم. هلا غير النكاف ممكن انه نشوف فيروس اتش اي في يعطيني اعراض بالغدد اللعابيه، ما انا كثير يعني هو في بحث عن الاتش اي في وتظاهراته، ولكن يعني هو ممكن يسبب لي ضخامه، وهو ممكن يأهب لي لجراثيم ويعني ومستضدات ثانيه انه تسبب لي افات بالغدد اللعابيه مثل الداء الاندخالي العرطل وحمى كوكساكي وحمى ايكو والانفلونزا، كلياتهم هذول بينشطوا بعد ما يكون في عندي فيروس الايدز فعال عند المريض. هلا في عندي بعد ما خلصنا من التهاب الحاد، في عندي التهاب الغدد اللعابيه الحاد اللي هو بيصير قيحي، يعني مو فيروسي مثل ما عند كل الحالات اللي شفناهم، هو بيكون قيحي بيجي على شكل تورم، تجي الاعراض اشد، بتجي عاده بجنب واحد مو جنبين، عاده في مؤهب لانه الانسان الطبيعي نادر. ليش؟ لانه هو دائما في لعاب وهاللعاب عم يفرز، وبالتالي دائما عم تغسل وما في ركوده بيكون فيها. لحتى يصير في التهاب قيحي بالغدد اللعابيه ممكن يكون هو عند الكهول والمرضى، خاصه اذا كانوا متجففين ما ضل لعاب يجري، فبالتالي صار في ركوده بالمفرزات الموجوده وبساوي التهاب. اللي عندهم مشاكل فمويه مثلا مثل الاسنان الشائزه والاسنان المتنخره، هي كلها بتكون مستعمرات جرثوميه ممكن تنتقل على الغدد اللعابيه. مرضى السكريين وناقصين المناعه كمان هن عرضه للاصابه بالتهاب الغدد اللعابيه القيحي. حدا عنده سؤال؟ ان شاء الله ما حدا عنده سؤال، نجي اللي بعده. مثل ما حكينا على الفحص السريري شو بنشوف؟ بنلاقي ضخامه، بنلاقي توتر مؤلم، بنلاقي قساوه، وقلنا اذا فتحنا له تمه للمريض بنلاقي في قيح عم يطلع من فوهه الغده اللي بالفم. بالغده تحت الفك قد نجد مثل ما حكينا تورم ووزمه في نسج ارض الفم. رجاء اللي فاتح المايك يسكره، او لحاول ان اعمل ميوت اول، ما بتصير من عندي. طيب الجراثيم المسببه لالتهاب الغده النكفيه او الغدد اللعابيه بشكل عام هي العنقوديات المذهبه، هي اكثر شيء في المكورات الرئويه والكولونيات، هي اهم وحده المهم فيهم هي العنقوديات المذهبه. العلاج مثل ما بنعرف جراثيم بدي اعطي صادات، اهم الصادات اللي بنعطيها عنقوديات تتحسس على البنسلينات، المقاومه للبنسلينات مثلا مثل الاوجمانتين، لازم اعطي سوائل بكميات كافيه لحتى يرجع ينفرز اللعاب، وبالتالي يعني تنظف الغده حالها بحالها. نهتم بصحه الفم بشكل جيد، اذا في عندي داء سكري نضبطه، نعمل غسولات للفم بمواد حامضه. ليش؟ لانه مثل ما بنعرف نحن بس مر قدامنا اكله حامضه او دوقنا اكله حامضه فبيصير في عندنا جريان للعاب، او نحن بنقول يعني انه صار في ريق، هذا يعني هو بيزيد افراز اللعاب، فبالتالي غسولات الفم بالمواد الحامضه بتحسن جريان اللعاب وبالتالي بتغسل يعني هذا الانتان الموجود.
إذا ما عالجنا ممكن يتطور لخراج، ونحن كثير بنشوفه هذا المرضى المهملين، بيقول لك شوي ألم ثاني يوم ما بيساوي شيء، تتوزم الغدة أكثر، القناة أكثر، فبتسكر تماما وبيضل هالقيحة متجمع لحتى تساوي خراج، وممكن نحتاج لشق جراحي بالحالات المتقدمة إذا صار خراج. هلا نحن اذا هي حكينا على هون، اذا بنرجع لامراض الغدد اللعابيه المكتسبه، حكينا على الالتهابيه الانتانيه، حكينا على الحاده الجرثوميه والفيروسيه، هلا بدنا نحكي على المزمنه. تمام، اذا في سؤال لهون خلينا نجاوب، ما في سؤال خلينا نكمل. التهاب الغدد اللعابيه المزمن، بيصير في عندي التهاب معاود، الم، تورم، غالبا يتلو الطعام. هي بتعريف التهاب الغدد اللعابيه المزمن. الفحص النسيجي بنلاقي تغيرات مزمنه، بصير في تليف، بصير في ندبات، بنلاقي في ضمور بالاقنيه والغدد اللعابيه اذا فتحناها للغده. العلاج عفوا، اذا عندي التهاب متكرر مزمن بالنوبه الحاده بعطي صادات، بين النوبات او يعني بالحاله الثانيه بنعتني بصحه الفم، نعطي مدرات للعاب، اي مركبات الحامضيه مثل ما حكينا، والتمسيد المستمر. اذا طولت الافه وما كانت تتحسن، ممكن اني استأصل الغده لحتى اخلص من هذا الالم والتليف، وما تظل هي مصدر انتاني. عاده هي الالتهابات المزمنه بتصيب الغده تحت الفك. هذه كمان شغله مهمه، ليش؟ لانه هي هلا حيمر معنا انه الغده تحت الفك هي من اكثر الغدد اللي بتشكل فيها حصيات، وبالتالي هي اللي ممكن تتعرض للالتهابات المتكررة والمزمنة أكثر. حكينا على الالتهابات الحادة الفيروسية والجرثومية، حكينا على الالتهابات المزمنة، هلأ رح نحكي على التحصي اللعابي اللي هو بيندرج تحت اسم الالتهابات. التحصي اللعابي مثل ما حكينا هي بتصير عبارة عن حصيات بلورات الكالسيوم ضمن الغدد اللعابية، غالبا يترافق هذا الحصيات تترافق مع التهاب غدة، وغالبا ما يؤزمن. يعني عندنا حصية ترافقت مع التهاب لما انوجدت، وهالالتهاب بيتكرر كثير وبيصير مزمن. في عندي عوامل ثلاثة لتشكل الحصيات، هذا مادة علمية حلوة كثير لأنه تنحط سؤال يعني دائما، إنه شو السبب اللي بتشكل فيه الحصيات؟ هن 3 أسباب: 1 ركود اللعابية، 2 وجود نواة لتشكل حصيات. نحن بقي دقيقة واحدة رح نرجع نفوت على الرابط لو سمحتوا. ما بعرف، بس خبرونا انه نفوت على نفس الرابط إسماعيل لو سمحت. ايه دكتور، نفس الرابط انا مباشر ما يطلع منه برجع بدخل، بصير مسموح لكم الدخول مرة تانية نفسه. طيب، نحن مباشرة هلا نحن خلينا نطلع ونفوت لانه هي بقي دقيقة، ما بدنا نقطع عليها. لح وقف انا دكتور هون، حتى تنتهي الدقيقة لحتى يعني يرجع يسمح لنا نطلع ونرجع نفوت، اذا ما معناها انتهت خليني الدقيقة اكمل. نفوت. ايه خليني اكمل. العوامل تشكيل الحصيات هن 3: عندي الركود اللعابية، وجود نواة لتشكل حصات واللي هي بتكون زيادة بلورات الكالسيوم هي عفوا الآلية الاستقلابية بتؤدي لترسب الأملاح، وجود نواة لتشكل هاي، ممكن انه نستأصل الغدة مع قناتها لحتى نريح المريض من الألم ومن الحالة الأنتانية المترافقة. عن إذنكم أنا أقل من دقيقة بس عفوا انا بعتذر. نحن كنا عم نحكي على هاي، مثل ما حكينا الحل الاخير بالتهابات الغدد اللعابيه الحصويه ممكن اني الجا لها.
استئصال الغدة كاملا. وهي هذا الاستطباب ما نو قليل، يعني عادة نادرا ما نحسن نحن نستخرج القناة، عفوا الغدة من القناة، الحصاة من القناة، اما بالتمسيد او بتنظير القناة، وهو هذا نادر حتى يصير. ممكن انه اذا تكرر الالتهاب كثير نصل لحد استئصال الغدة. هلا نحن حكينا على الامراض الالتهابية الحادة الفيروسية والجرثومية، وحكينا على آلية تشكل هاي الالتهابات، حكينا على التحصي. هلا بدنا نحكي على الامراض المزمنة الحبيبومية بالغدد اللعابية، اللي هي أمراض مزمنة. شو في عندي أمراض ممكن تصيب الغدد اللعابية؟ السل ممكن يصيب الغدد اللعابية، وحتى العقد اللمفاوية اللي موجودة ضمن الغدد اللعابية. السل كيف بينتقل للغدد اللعابية؟ بينتقل عن طريق الانتشار الدموي، أو حتى إذا كان في عندي إصابة للعقد المجاورة ممكن ينتقل للغدد اللعابية. عادة بيكون المريض بيراجعنا بكتلة غير مؤلمة. ليش؟ لأنه هو هون الانتشار حيكون أو الضخامة هتكون بطيئة، وبالتالي حيكون الكتلة غير مؤلمة. المميز بالسل إذا صاب العقد والغدد اللعابية إنه يساوي لي نواسير، هي شغلة مهمة، وبيكون الجلد فوق منها ملتهب، يعني وفي نواسير مع مفرزات تشبه الجبن. التشخيص بيتم بعزل العصية السل، إذا أخذنا مسحة منها نتحرى عصية السل، أو نزرع المفرزات اللعابية على وصل سيل نيلسون. العلاج هي العلاج السل مثل ما بنعرف هو العلاج الدوائي بمضادات السل، اللي هو رباعي لمدة شهرين وثنائي لمدة 4 شهور. في حال ما تحسن لازم أعمل استئصال للغدة، وأخذ خزعة استئصالية لكل الغدة المصابة، سواء كانت تحت الفك أو كانت تحت أو كانت النكفة، واللي هي الأشعة اللي ممكن تنصاب هي تحت الفك. الساركوئيد هو من الأمراض المزمنة اللي ممكن تصيب الغدد اللعابية. الساركوئيد هو من الأمراض المزمنة اللي ممكن تصيب الغدد اللعابية، بيصيب أي عضو بالجسم، عادة بيصيب الرئتين، وبيصيب العقد اللمفاوية الموجودة بالمنصف. مثل ما حكينا هو له ملجأ للرئة والمنصف، ولكن ممكن يصيب الغدة النكفية، وهون بنسميه اسمه تنازل هيرفورد أو الحمى النكفية العينية. بنلاقي في التهاب الملتحمة مع التهاب الغدد اللعابية النكفية. ممكن يسبب لي شلل عصب وجهي، لأنه هذا بيساوي التهاب، وبتصير هالالتهاب بيصير فيه تليف، وبصير على شكل عقيدات ضمن الغدة، وهي العقيدات تضغط على العصب الوجهي وممكن ينشل. هذا الساركوئيد إذا بده يصيب بيصيب النساء أكثر، وبيصير بالعقد الثالث والرابع. العلامات الأساسية للمرض هو ممكن مثل ما حكينا يساوي ضخامات عقدية بالمنصة، حتى ممكن بالعنق، وممكن يسبب لي ضخامة بالعقد بالغدد اللعابية، سواء تحت الفك أو النكفة. إذا صاب النكفة ممكن يساوي لي تنازل مثل ما حكينا هيرفورد، وهذا ممكن حتى مثل ما حكينا يترافق بشلل عصب وجهي. أعراض التانية ممكن يساوي لي إنهاك وضعف عام، يساوي غثيان. عادة مثل ما حكينا نحصل على الضخامة بالنكفتين، قاسية وغير مؤلمة. وقاسية مثل ما حكينا على شكل عقيدات، ممكن تضغط على العصب الوجهي وتساوي لي شلل عصب وجهي. شو ممكن نحن نساوي استقصاءات بالساركوئيد؟ نحن مثل ما حكينا كمان من الغدد الشائعة اللي تنصاب بالساركوئيد هي الغدد اللعابية الصغيرة. لذلك أثناء التشخيص ممكن نحن ناخذ خزعة من باطن الشفة أو من باطن الخد، ونفحص هاي الغدد اللعابية الصغيرة، ونشوف الحبيبومات المميزة للساركوئيد. في عندنا اختبار اسمه اختبار كفايم، اللي هو بنحقن خلاصة بنحقن خلاصة الحبيبومات تبعت الساركوئيد تحت الجلد،
وبيكون في عندي تشكل لعقيدات. معايرة الخميرة القالبة للانجيوتنسين الكونفرتينج انزيم اي سي اي انهبيتر من هي، هو اختبار ما انه كثير نوعي بصراحة، بس هون هن كاتبينه بالكتاب انه نوعي. بكل الاحوال هو من الاختبارات المفيدة. بالتالي اذا نحن بدنا نحكي على الساركوئيد شو ممكن نحن نسأل عنه، بدنا نعرفه انه هو من الامراض المزمنة اللي بتصيب كل الجسم، وواحد من الاعراض اللي بتصيبهم هي الغدد اللعابيه، هي اللي بدنا نعرفها، انه هو ما هو مميز فقط لالتهابات الغدد اللعابيه. بدنا نعرف انه هو بيصيب الغدد اللعابيه الصغيره، وبالتالي الغدد اللعابيه الصغيره بتفيدني بالتشخيص مشان اخذ منها خزعه للتشخيص. الاختبارات ممكن نحن يعني نسال عنها كانه بس نعرف انه هذا الاختبار مفيد بالساركويد ولا لا، اما نحن شو اليته وشو هو لا. يعني مثلا عندنا ممكن نحكي انه التشخيص الذهبي بالساركوئيد هو الخزعه، وهذا يعني هو التشخيص الذهبي. ولكن في عندي اختبارات مساعده، مثلا مثل اذا بقول انا معايره الخميره القابله للانجيوتنسين واحد، اختبار كفاين، واحيانا هو تغير الصيغه اللمفاويه للكريات البيض. بالخزعه شو بشوف؟ هو بيكون في عندي عقيدات بس ما بيكون في عندي تجبن. التجبن لمين مميز؟ حد يكتب لي على الشات لنشوف تعرفوا التجبن لمين. برافو برافو ممتاز. التجبن هو المميز للسل، بينما الساركويد بكون في عندي عقيدات مشابهة ولكن هي العقيدات ما فيها تنخر مركزي وتجبن. تمام. علاج الساركويد مثل ما نحن بنعرف انه هو مناعي ذاتي، وبالتالي الستيرويدات هي اللي بتفيد فيه. ممكن نستفيد على الفيتامين د. هذا كتب شيء تمام مثل ما قالوا، وانت برافو عليك مثل ما قلنا له. في عندي من الامراض الحبيبوميه اللي بتصيب الغدد اللعابيه، في عندي داء خرمشة القطه، هو بتصيبه جراثيم الهنسليه، هي من عائلة الركتسيات، ما مهم الاسم كثير والله، هو يعني ممكن ينسأل بس ما يعني ما نخربطكم فيه. إذا بدي أسأل يعني إذا جبته ضمن خيار حيكون صحيح. هي من عائلة الركتسيات، ما بتنتقل من إنسان لإنسان، هي بتصير عن طريق خرمشة القطة. بتصير بعد خرمشة القطة بحوالي أسبوع أو أسبوعين بنلاقي ضخامة عقد رقبية، وممكن أنه يكون في معها ضخامة الغدد اللعابية، بتستمر حوالي بين 4 لـ6 أسابيع عادة، وبتشفى لحالها ما بدها أي علاج. مظاهرة مثل ما حكينا حمى خفيفة، تتقيح العقد، وممكن مثل ما حكينا ينصاب، نادر ما ينصاب الجهاز العصبي المركزي بس إنه ممكن نشوف هذا الشيء. العلاج مثل ما حكينا عرضي ومسكنات، ما في شيء. إذا صار في عندي خراجات بدي فجرها، غير هيك ما بدنا نساوي شيء. عادة نحن يعني بنستخدم أقل علاج موجود، ليش؟ لأنه هذا المرض محدد لذاته، عادة بيشفى لحاله، وبالتالي أنا ما بستخدم إجراءات كبيرة. فحتى الخراجات إذا بدي عالجها بعالجها بالبزل بالإبرة، نحن بنعرف الخراج لازم ينشأ ويتنظف كل جوفه، ولكن بهي الحالة ممكن نحن بس نعمل له تفجير بالبزل بالإبرة. داء الشعيات بتسبب الجراثيم الشعية، غالبا هي بتكون موجودة بشكل طبيعي بالفم، تكثر عند اللي عندهم خراجات ونخور سنية. هي نفس شلون في عندي العقديات المخدرة تنتقل لأرض الفم وبتساوي لي خنق لدويق، هي نفسها الجراثيم الشعية بتكون موجودة بالأسنان، هي إلى ولا على عقد العنق، وممكن تساوي لي ضخامات عقدية بالعنق وضخامات حتى غدد لعابية. عادة تتنوسر، هي سيئة ما أنا جيدة، يعني هي بتساوي لي نواسير عادة على الجلد أو على باطن الفم، بتطلع منه النواسير سائل أصفر اللون. عادة يعني المسحة والزرع بيكشفها لهي داء الشعيات الأكتينومايكوزيس. العلاج بالتفجير الجراحي إذا كان في عندي خراجات وجرعات عالية من البنسلين،
بدنا نميز انه الشعيات بنعالجها بالصادات، بينما داء اخر مشط القطه علاج عربي. تمام، بدنا نعرف انه الشعيات بتنتقل نتيجه سوء العنايه بالفم، بينما داء خرمشة القطه هي بتنتقل من اسمها بخرمشة القطه. تمام، مثل ما انا شايفين علاجها بين الست شهور والسنتين ونص، فداء الشعيات شيء سيء يعني على المصاب. خلصنا من الاغراض الحبيبوميه، هي لساتنا نحن ببحث هلا، لساتنا نحن على الامراض المكتسبه، حكينا على الالتهابات، حكينا على الحاده سواء فيروسيه ولا جرثوميه، بعدين هلا حكينا عن المزمنه، من ضمن المزمنه حكينا على الامراض الحبيبوميه، هلا بدنا نحكي عن امراض المناعه الذاتيه الغير حبيبوميه. تمام، امراض المناعه الذاتيه من اشهر الامراض المناعه الذاتيه اللي بتصيب الغدد اللعابيه هي متلازمه جوجرين سيندروم، اللي سببها غالبا مناعي ذاتي ما له سبب يعني معروف، بتصيب الاناث اكثر، معروفه كل امراض المناعه الذاتيه بتصيب الاناث اكثر، بتصيب الغدد اللعابيه الكبيره والصغيره على الحد السواء، لانه مثل ما حكينا هي مرض عام بيصيب نسيج الغدد اللعابيه. هو من نتيجه انه جوجرين بيساوي جفاف بالمفرزات، وبالتالي هو مؤهب لحدوث حصيات لعابيه. اشيع اصابه للغدد اللعابيه هي بالنكفه، مثل ما هنشوف، مثل ما شفنا حتى بالساركوئيد اذا صاب النكفه شو قلنا بيكون؟ اسمه هيرفورد. بس شوي، مثل ما حكينا هلا نحكي شوي هيك معلومات، انه هو اشيع عند النساء، بيكون هو في تخرب للخلايا للغدد الخارجيه الافراز بآليه مناعيه ذاتيه، بيزيد فرط نشاط الخلايا اللمفاويه به، هي معلومه كثير كثير مهمه، انه بداء جوجرين بتزيد نشاط الخلايا اللمفاويه الباقيه، وبالتالي بمراحل متقدمه المرض ممكن هو يأهب للليمفوما، وهذا سؤال مهم جدا ممكن يسأل بداء جوجرين، انه شو المرض اللي بيأهبه داء جوجرين لحتى يعني شو هو الخباثه اللي ممكن يزيدها داء جوجرين عندما يصيب الغدد اللعابية اللي هي لمفوما البائية. تمام، إذا كان داء جوجرين بدئي يعني هو بلش بالغدد اللعابية، إذا كان ثانوي هو في التهاب مفاصل وأمراض نسيج ضام وهلأ صاب الغدة اللعابية. الأعراض مثل ما حكينا هو بيصيب المصليات مثل الملتحمة وقرنية، بيصيب الجفاف، بيساوي جفاف فم، بيساوي ضخامة نكفية مزدوجة متكررة. هي الضخامة النكفية المزدوجة المتكررة إلى اسم اللي هي كان اسمه ميلكيرسون روزنتال، ما مهم كثير الاسم بس بدنا نعرف انه في هيك شيء. لاحقا بعد ما يعني تلتهب النكفة لفترات طويلة تتليف وتضمر، بعدين ممكن ينصاب النسيج اللي بيفرز الانزيمات الحالة اللي هو مشابه لنسيج الغدد اللعابية الموجود بالبنكرياس، وبيسبب لي التهاب كبد بكليه، وحتى ممكن حصيات بوليه مثل ما بيسبب حصيات بالغدد اللعابيه. حدا عم يسال، نشوف شو السؤال. ثور يعني فرط النشاط هو خبيث وبيشكل نقائل. هلا هو مبدئيا ضمن سير المرض، يعني لما بيكون مرض بيكون في عندي تكاثر للخلايا، يعني بيكون ارتشاح للغده اللعابيه بالخلايا اللمفاويه واللي هي من النمط بي. لاحقا اذا زاد هذا الارتشاح ممكن يصير عليها تحول خبيث وتصير لمفوما، وطبعا بتساوي نقائل مثل العاده مثل كل اللمفومات. تشخيص جوجرين هو بالخزعه، نحن بنعمل فحص سريري ونعمل اختبارات المصلية اس ا ا والاس اس ا والاس اس بي والاضداد النواة والعامل الرثياني والاي اس ار، كلهم هذول بنلاقيهم مرتفعين عند المريض جوجرين. الاختبار المشخص هو خزعة الغدد اللعابية الصغيرة من باطن الشفة او من باطن الخد، باخذ خزعة صغيرة وبشوف الارتشاح بالخلايا اللمفاوية، والتشريح المرضي بيحدد لي الآفة بشكل قطعي. الصورة الظليلة ما كثير بتفيدنا. اختبار شرايمر اللي ممكن يفيدنا ما مهم
منكم بس لازم تعرفوا اختبار شرايمر. انا بجيب شريطه من ورق نشاف، بفتح الجفن وبحط الشريطه وبشوف قديش مشي فيه الدمع. في لها ارقام معياريه انه يمشي الدمع على ورق النشاف عند الانسان الطبيعي، اذا كان اقل من هذا الحد بالتالي في عندي نقص افراز دمع ونقص افراز لعاب، وهذا يعني بيساهم بتاكيد تشخيص داء جوجرين. مثل ما حكينا بيأهب للمفوما لهوجكين من النمط البائي. العلاج بدنا نعالج عرضيا، اذا ما في يعني في عندي تجفاف باللعاب بعطي لعاب اصطناعي للمريض دائما يرشف مي. قطرات الدمع الصناعي ممكن اعطي سوائل متقطعه مثل ما حكينا، وهو كونه مرض مناعي ذاتي ممكن يستفيد على الكورتيزون. تمام. العرض الثلاثي المهم بجوجرين هو التهاب ملتحمه قرنيه، جفاف فم، تظاهرات جهازيه. الانذار مثل ما حكينا احيانا تتطور الى لنفوما. 44 ضعف الشخص الطبيعي. التشخيص خزع من باطن الفم. العلاج مثل ما حكينا بالعلاج العرضي، وممكن نعطي ستيرويدات. هلا هيك بنكون خلصنا من الامراض الالتهابيه، خلصنا من الامراض المناعيه الذاتيه، خلصنا من الامراض المزمنه. هلا بدنا ننتقل للاورام الغدد اللعابيه. اورام الغدد اللعابيه عادة غير شائعة مقارنة بباقي أعضاء الجسم. الغدة الكبيرة هي لها نصيب أكبر من الأورام، اللي هي الغدة النكفية فيها 80 ل 90% من أورام الغدد اللعابية. من رحمة رب العالمين فينا أنه هي سليمة، أكثر من 80% منها سليم، يعني من الأورام اللي بتنشأ على الغدة اللعابية النكفية هو سليم. أورام الغدة تحت الفك والغدة اللعابية الصغيرة غالبيتها ممكن تكون خبيثة. هو مو تحت الفك، الغدة تحت اللسان بصراحة. الغدة تحت الفك نص على نص، ولكن الغدة تحت اللسان والغدة اللعابية الصغيرة اللي هي بتكون غالبيتها خبيثة مقارنة بأورام النكفة. يعني فمن رحمة رب العالمين علينا أنه بتنصاب النكفة أكثر لأنه هي أورام سليمة، بينما الغدد اللعابية الصغيرة اللي أورامها خبيثة هي نسبة الإصابة فيها قليلة. تشخيص أول ما نبلش عادة بالإيكو، بدنا ناخذ كمان اف ان اي. اذا توجهنا للتشخيص فالعلاج هو جراحي، ممكن ساوي تصوير طبقي محوري، ولكن الأولى من التصوير الطبقي المحوري حتى أني ساوي مرنان. بس هذا تسلسل التشخيص، إيكو اف ان اي ممكن ساوي مرنان، وبعد منها مباشرة على الجراحة إذا كان تشخص عندي الورم. يعني أنا بالاف ان اي بيعطيني أنه وجود خلايا خبيثة، خلاص لازم فوت وشيل وحلل، سواء كان بالغدة النكفية أو بالغدة تحت الفك. أورام الغدد اللعابية السليمة البناين تيومر هي كتل صغيرة بطيئة النمو غير مؤلمة، معروفة هي. لا يحدث إصابة بالعصب الوجهي إذا كانت الأورام سليمة، ولكن إذا كانت خبيثة عادة بينصاب العصب الوجهي. بالفحص من جس كتلة ملساء تحت الجلد غير ملتصقة به، يعني بنلاقيها هي متحركة على العمق والجلد متحرك عليها، هي من سلام من صفات السلامة. أورام الغدد الأورام السليمة للغدد اللعابية هي مثل ما حكينا أورام كثيرة. في عندي الورم العديد الأشكال، أو نحن بنقول له الورم المختلط البليومورفيك أدينوما. في عندي ورم وارتون أو اللمفوما الغدية. في عندي أورام الخلايا المحبة للحامض وأورام الغدية وحيدة الشكل، وحتى عندي الكيسات. هلا نحن بس بدنا نركز على الورم العديد الأشكال، الورم المختلط من الاورام السليمه، وورم وارتون هذا كمان، لان يعني من الاورام السليمه بدنا نركز على هذول الورمين اللي هو الورم المختلط وورم وارتون. الاورام الخبيثه بدنا نركز على ورمين، رغم انه هن الاورام السليمه كثير كثير والاورام الخبيثه كثير كثير، بس نحن رح نركز على هذول الاثنين. الورم الغدي عديد الاشكال هو يعني بنعرف باسم البليومورفيك ادينوما او الورم المختلط، من اشيع اورام الغدد اللعابيه، اكثر ما يصيب النكفه. مثل ما حكينا النكفه هي اكثر نصيب لها بالاورام واشيع بالسلامه، وبالتالي صار عندنا هو اللي بيصيب النكفه وهو سليم فهو هذا حيكون اشيع واحد، اللي هو الورم العديد الاشكال
الغدي يتألف من عناصر بشرويه وعناصر ضامه، هو عاده بطيء النمو غير عرضي، هو املس مفصص طري القوام، عاده ما له محفظه. بيبدي هو محفظه ولكن هي بتكون من نسيج الوعابي، يبدي محفظه واضحه الحدود يعني بينه وبين النسيج، اللي هي غالبا بتكون من النسيج السليم يعني، اما محفظه هيك للورا ما في، ولكن هي بيكون حدوده واضحه مع النسيج اللي مرافق، ليش؟ لانه بالنهايه هو ورم سليم. يشاهد عند النساء اكثر من الرجال. ممكن انه ينقلب للخباثه اذا طول وما استوصل بنسبه 10%. العلاج هو استئصال جراحي تام مع نسيج نكفي طبيعي محيط فيه. عاده هو بينشأ على الفص السطحي يعني بدون نحن ما نحتاج انه نقرب على العصب الوجهي. الورم وارطون بدنا نحفظ فيه ثلاث شغلات، انه هو سليم بنوجد مع زين النكفة ما كثير مهم، هو عند الرجال هذاك شفنا عند النساء، هذا بنشوفه عند الرجال اكثر، عاده متقدمين بالعمر، ممكن يكون ثنائي الجانب، هي معلومه كثير مهمه، ممكن يكون وعلاجه هو جراحي وفي نسبه نكس رغم انه هو سليم، وبالتالي بدنا نحفظ بورم وارتون انه هو ورم سليم بيتشاهد عند الرجال اكثر المتقدمين بالعمر، ممكن يكون ثنائي الجانب وفي نسبه للنكس، وهو عاده بيكون عند المدخنين اكثر من غير المدخنين. اورام الخلايا المحبه للحامض واورام الغديه وحيده الشكل معنا مطلوبه منكم، معناتها بالاورام السليمه حكينا على الورم العديد الاشكال، ورم مختلط، حكينا على ورم وارتون. اورام الغدد اللعابيه الخبيثه هي مثل ما حكينا بتصيب الغدد اللعابيه الصغيره والغده تحت اللسان اكثر ما تصيب النكفه، هي غير شائعه نسبيا، بيكون فيها نمو سريع للورم، بنلاقي اذا صابت النكفه وصار فيها ورم خبيث عاده بنلاقي شلل عصب وجهي مرافق. تمام، اذا شفنا شلل عصب وجهي مرافق للكتله النكفية هو ورم خبيث حتى يثبت العكس. تمام، عادة بيترافق مع نقائل للعقد اللمفاوية. احتمال الخباثة بأورام الغدة تحت اللسان والغدة اللعابية الصغيرة أكثر من أورام النكفة، يعني نحن إذا شفنا كتلة على الأورام الغدة اللعابية الصغيرة وأورام الغدة تحت اللسان بدي شك بخباثتها أكثر، إذا شفتها على حساب النكفة بشك بالسلامة أكثر. تمام، إذا شفتها بالنكفة وشفت معها شلل عصب وجهي لا بدي أفكر بالخباثة أكثر. تمام، هدول شغلات مهمة لازم نحن نركز عليها. أشع أورام الغدد اللعابية الخبيثة في عندي الموكو إبيدرمويد كارسينوما، موكو إبيدرمويد كارسينوما اللي أو هو السرطان المخاطية البشرانية اللي هو الشكل الخبيث من الورم المختلط. تمام، بيكون في مركبات بشروية ومركبات ضامة، في له يعني نمط منخفض الدرجه ونمط عالي الدرجه، هو اشع ورم خبيث في الغده النكفيه، ثاني اشع ورم في الغده تحت الفك، لانه بالغده تحت الفك رح نشوف الادينوكيستيك كارسينوما هلا رح نحكي عليه. العلاج هو دائما دائما الجراحه، دائما بيكون في عندي جراحه، ممكن يتلوه الاشعه، وبالتالي واذا كان عندي ورم خبيث على حساب الغدة النكفية وكان في عندي شلل عصب وجهي بدي أدحي بالعصب وعلى حساب أني أخلي الحدود الورم سليمة، يعني استأصله مع هامش أمان بحيث أنه تكون الساحة سليمة من الورم وضحي حتى بالعصب الوجهي. السرطان الغدانية الكيسية أو الأدينوكيستيك كارسينوما هي من أشع الخباثات بالغدد اللعابية الصغيرة والغدة تحت الفك وتحت اللسان، هو بينمو بالتدريج، في شغلة مميزة انه هو بينتشر على طول غمد العصب، فهو بيعطيني اورام قافزة، هذا كثير مهم، هذا بدي دائما اعطي بعد الاستئصال بدي اعمل معالجة شعاعية. هو مثل ما شفت بالموكو بودرمويد كارسينوما ما دائما بعطي اشعة الا اذا كان ورم كبير، هون دائما بعطيه، ليش؟ لانه ممكن يكون في عندي انتشار، ممكن يكون عندي انتشار على حساب العصب المرافق للغدة. انزاله سيء عادة.
شو في عندنا من السرطانات الأول هاي؟ كارسينوما الخلايا العنبية، الأسينكسل كارسينوما، هي بتنشأ على حساب النكفية، مؤلفة من خلايا مصلية موجودة بغالب النكفة. ما يعني بس بدكم تحفظوا إنه في عندي هيك ورم، ما كتير مطالبين بمحتويات الورم. في عندي أورام تانية مثل الكارسينوما الغدية، الورم العدي الغدي عديد الأشكال الخبيث، اللي هو يعني هو الشكل الخبيث من البليومورفيك أدينوما. أنا اللي مخربط هي هديك الميكو أبو ميك الموكو بيدرمويد كارسينوما، هي مخاطية بشرانية، هي مو الشكل الخبيث من الورم المختلط، هو في له شكل نفسه غدي بشروي خبيث. ممكن اللمفوما، اللمفوما وين أكثر شيء بشوفه؟ هلا حكينا شوفه عند مرضى جوجرين كثير. ساركومات نادرة جدا بس ممكن تنشاف، ممكن تكون أورام انتقالية. إمتى بيكون في عندي تورمات بالغدد اللعابية بس ما بيكون في عندي آفة؟ ضخامة العضلة الماضغة، هدول اللي بياكلوا شغلات قاسية كتير. آفات الفك السفلي والأسنان، بيصير في عندي ضخامات عقد لمفاوية عادة، مثل ما حكينا أورام العقد لمفاوية داخل الغدة، وآفات المسافة جانب البلعوم. هدول بس بدنا نعرف انه ممكن يكون في عندي ضخامه بهذا المسكن وما تكون على حساب النكفه. جراحه مثل ما حكينا، اذا انا عم بحكي على جراحه النكفه بدي انتبه على العصب الوجهي، والاختلاطات اللي ممكن نشوفها هي اصابه العصب الوجهي او الورم الدموي، نواسير لعابيه، ونادرا متلازمه تفري. متلازمه تفري اللي هي خلل التعصيب، هي حالة طبيعية بيصير عندي الألياف اللي الصغيرة من العصب الوجهي، لما أنا برفع شريحة النكفة فبتنقطع هاي لبين ما ينمو ألياف تانية، فبتلاقي الواحد وهو عم يمضغ تلاقي دم عيونه، فهي اسمها متلازمة فري، عادة تتحسن بعد فترة. بيشكو المريض من التعرق فوق جلد فوق من الجلد فوق سرير النكفة أثناء الطعام، غير إنه أحيانا بنشوف دمى. باختلاطات اللي بتصير بالغدة تحت الفك بجراحتها، هو إنه نصيب العصب الهامشي فرع العصب الوجهي مثل ما حكينا. الأذيات الرضية للغدد اللعابية مثلا الجروح القاطعة، تكدم أو الورم الدموي اللي بيصير بعض الردود الكليلة، ممكن نلاقي هاي ما كثير مهم هذا يعني، بس نحن نعرف انه الاذيات الرضيه ممكن تصب لي الاعضاء الحيويه اللي هن اهم بصراحه من النسيج الغدي. يعني نحن هون بحكي عن المرافقات اكثر ما احكي على النسيج الغدي. تمام، خلصت المحاضره ويعطيكم العافيه. اذا في سؤال هو حتى الوقت خلاص، ونحن خلصنا على الأد، نحن يعني على الساعة 9 في عندي التزام تاني، فإذا في سؤال أنا جاهز، إذا ما في سؤال هي صفيان 5 دقائق، إذا حدا بيحب يسأل شيء أنا جاهز، إذا هي يعني الأمور تمام فنحن جاهزين. الله يعطيك العافية دكتور، يجزيك الخير يا رب. تفضل يسرى العلي، تفضل يسألي. طيب ننهي هون. شو بيصير إذا ضحينا بالعصب؟ خلاص بينشل، يعني بيصير في عندي مثل ما شفنا الصورة اللي ببداية السلايدات، بيصير في عندي شلل بعضلات نحن سبب الشلل. شو بيصير إذا ضحينا دكتور؟ أنت قلت بالاستئصال ممكن نضحي بالعصب الوجهي، شو بيصير إذا ضحينا بالعصب؟ رح تنشل العضلات المعبرة للوجه، عضلات الوجه التعبيرية، ونحن اللي بنكون سببنا شلل بعصب يعني بشلل الوجه، لأنه بالنهاية حياة المريض أهم من الهي.
ممكن نعمل نحن إجراءات تانية تحافظ له على حركة عضلات الوجه التعبيرية، مثلا نقل الأوتار أو أحيانا هاي. ففي إجراءات تصحيحية تجميلية يعني، ولكن هو نحن عم نحكي بس بحالة الأورام الخبيثة. بيصير نستخدم قطرات وغشاء الطب المثقوب. عادة نحن بنقول إنه ما في استطباب لأنه نعطي أطراف بالغشاء المثقوب في حالة واحدة، إذا كان في عندي التهاب مرافق للانسقاب تمام نعطي فيهم القطرات. نحن لسه ما حكينا شيء على الأذن، فممكن يعني هي اللي يتجاوب على كل تساؤلاتكم. دكتور ممكن سامي مجموعة معك على التليجرام إذا ما عندك مشكلة. أهلا وسهلا، أنا ما عندي مشكلة. في قناة اسمها مناقشات الأذنية للسنة الرابعة، السنة الماضية حاولت أنشر لهم عليها بعض المعلومات، بعدين نشرت بعض الأسئلة اللي هي بصراحة يعني أسئلة بتفرجيكم شلون ممكن تجي المعلومة بسؤال. اللي ما عنده إياها هلا ببعثكم رابطها إذا ضفتوني على مجموعة التليجرام. أهلا وسهلا فيكم. واللي عنده إياها ينشرها لرفقاته، وهي شغلة مفيدة ممكن رد أرجع أفعل عليها شوية أسئلة، يعني تحاكي أسئلة الامتحان. وإذا في عندكم أي أسئلة على هاي المجموعة اللي حيساويها محمد معيكي كمان أنا جاهز. أهلا وسهلا فيكم. إذا ما في سؤال أنا لح يعني ننهي. إذا في سؤال لح استنى دقيقة، إذا حدا بيحط سؤال هو ما ضل معنا وقت كثير يمكن يعني هلأ باقي. تمام دكتور، مزيك بخير يا رب، أنا أعطيك العافية. الله يسلمكم. أنا هلأ بس جهزت سلايدات هلأ مباشرة ببعث لك ياهن إسماعيل، والفيديوهات بس جهزت كمان.